أصدرت محكمة الجنايات المركزية البريطانية حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الاستئناف على أحد قتلة الجندي البريطاني لي ريغبي. واعتبرت المحكمة أن مايكل أديبولاتشو وهو مسلم بريطاني من أصل نيجيري مذنبا بتهمة القتل الوحشية، في حين حكمت على شريكه بالجريمة مايكل أديبوالي بالسجن لمدة 45 عاما. وكانت الجريمة قد وقعت في 22 من مايو أيار الماضي عندما دهس المتهمان ريغبي بسيارة قبل طعنه حتى الموت. وكان أديبولاتشو وصف نفسه بجندي من جنود الله زاعما أن قتل ريغبي عمل حربي للانتقام من قتلة المسلمين. هذا وقد نظم الحزب البريطاني القومي مظاهرة حشد الأربعاء أمام مقر المحكمة، حيث دعا أنصاره إلى ضرورة العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام والقصاص من قتلة لي ريغبي. يشار إلى أن الجريمة التي وقعت العام الماضي أثارت الرأي العام والمخاوف في بريطانيا بشأن انتشار المتطرفين في البلاد، بالإضافة إلى جدل قانوني حول تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.